نسجل من هنا مورا الحجره هي تحت الحمه هادشي اللي كاين وهذا ممكن يتسمى على ممكن مسعيد حنا كيتسمى من حسن هذا الحد انا فهو كتسخن مزيان واحد عاود برد عاود كتجبر عاود كتدخل البروده بحال ديك الردوم ديال التراب واش هذا الشحله لا حلاتكم باقي تستعمر بزاف مع ذلك فرحانين ولا شقاف النبي صلى الله عليه الله صل عليه سلام الله الله صل عليه حسن جماعة ولاد علي منصور سي حسن علي 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 عاود نمشيو لبني حسن هبطنا في هافاي هبطنا سبعة كيلو العام سيدي نزلوها ونشوفو ما يتكل تحية للدراري تحية للشباب وتا حنا باقيين شباب تبارك الله الآن أمام سلسلة جبل غرغيز هذه هي على قمة جبل بوزيتون تحت منه كاين دار خنوس وعلى اليمين ديالو يشر رودن حنا نمشيو في الاتجاه هذا طريق أكلا يفتوحين طماطروس كنت صمدان
هذا اللي بغرتنا، هو كيظهر هنايا لي. هذه الحداده دمني حسن من هنا كيتسمى منيح ازمر معنا منيح حسن الحداده الحداده الحدود الكرتيرادي الكرتيرادي هذه كيتسمى هنا متشرنا هنا ليه نسقل من هنا مورا الحجره تحت الحمه هادشي اللي كاين وهذا كيتسمى على ممكن نسعيد حنا كيتسمى من حسن هذا الحد هذا بني حسن هذا بني حسن من الواد لهيه ولا من الواد هنا لا من الواد لهنا الواد اللي حواليك حتى هي حسنيه ها الواد وتما الواد هو مصابر هذيك بني سعيد بني صابر هي هذيك هي وبني سعيد كتبقى لهيه بني سعيد هي هذيك الدوار هذاك بني سعيد وتما ورجع هيدا هذيك كامله مسعي هيدا يا الله يحفظك الله يحفظك الله يكرمك الله يحفظك الله يعاونك هذا الدوار اللي قلنا هاد السيد راه كما قال لك تغرمت ما تشار تغرمت عندنا فيلاج ثلاثه تغرمت منطقه انجره هذه قبيله بني حسن وكاينه قبيله انجره فيها ثلاثه تغرمت وفيها الحمه حتى هي عاود كيف كيف فيها عسفه في الفنيدق هنا الحدود ديال بني سعيد بني بني حسن عندهم مداشر ديالهم تقريبا بحال المداشر ديال قبيله طنجره اكلا عندنا في الخميس دانجره عاود اكلا عندنا في الخميس دانجره اكلا حنا كزنا عليها متجر اكلا كاين عوف قبيله طنجره كيف المداشر اللي كاينين في بني حسن تقريبا المداشر اللي كاين في قبيله طنجره هذا ما تشرد السجن وهذا ما تشرد السجن تصمدان هذا تصمدان والتمالوت مراد الجبيل هذا راه هو من جهه كيبان الخضره ديال الليل ما تمالوت خذيها خذيها طلع غير من لهنا فهاد الجبل وهي من لهنا طلعوا من فوق Thank you.
تبارك الله عليكم وما عندي ما نسالكم اللي قدرتوا تطلعوا هاد العقابي هادو في هاد الحجر هذا راه زعما شابو يعني الانسان لما كانش عنده واحد العزيمه قويه وواحد الحب في هاد الرياضه ما يقدرش يعملها. تبارك الله على سي حسن والحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقنا حتى تلقينا معكم ديال الوجوه الطيبه هاد الشباب واخا الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وحنا نمشي في هاد الطريق نشطين معكم الحمد لله. تحيه للدراري كلهم والعلامات الكبرى هاد الاستاذ راه ابانت فينا فهمتي واخا ولكن باقي تبارك الله علينا شادين في راسنا. بسم الله الرحمن الرحيم كنشكر الاخوان ديالنا اللي جينا بهذه الرحله المباركه كنسلموا للجميع وان شاء الله غنعاودوها ونعاودوها والله يمسي كل واحد بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله، تحية للمجموعة كاملة، تحية للحاج اللي شجعنا على هذه الخرجة وشاركنا احنا كجمعية نادي الدراجة الهوائية والسياحة الجبلية بالخنيضة مع السي حسن تبارك الله عليه والسي الحاج والحاوسي عبد الله والزوجة ديالو تبارك الله عليكم، تحية للجميع. تبارك الله على السي حسن وأنا بدوري كنحيي المجموعة اللي اليوم في 8 بينا الحمد لله اللي شاركنا كنا باش نكونوا ب 11 3 لظروف خاصة وفي نفس الوقت كنرحبوا بالإخوان ديال الفنيدق السي حسن من طنجة والسي عبد الله والزوجة ديالو مرتين والسي عبد القادر من تطوان وتبارك الله على الشباب دابا ضربنا 12 ديال الكيلومتر فاصلة 52 في ظرف 3 ساعات و25 دقيقة تحية للجميع. الحمد لله ونهار كبير هذا كنتلاقاو مع الوجوه الطيبة والناس حنا في قبيلة بني حسان كنمشيو لهذا الاتجاه هذا من تحت كاين واحد المطشر حيحيين وباش نطلعوا في الاتجاه هذاك فين هما المدرجات حتى هناك القميمات راه هما بويض بالحجر ومن ثم باش ننزلوا عاود نطلعوا واحد الطلعه وكننزلوا كنخرجوا في الدروس التمالوت ارملان والطريق اللي كتطلع اقونيار لقمة جبل كيلتي. ها سينا كيلتي ها. هذه قرية حيحيين، مطشر حيحيين. باش نطلعوا من الجهه الفوقانيه راه فين كاين العين وماش نمشيو هايدا ندورو ونطلعوا راه فهاد المدرجات حتى راس القمه عاد نتبعو هادي حومتي حاحيه تبارك الله عليكم ايه تبارك الله عليكم شحال تسكن تقريبا هنا 24 نسمع 24 دار 24 سكنة تبارك الله تبارك الله فهاد السادة وراك لابس الجلابة كيفاش هاد القضية هادي الجلابة نعم سيدي راها سترة وراها مزيانة كتسخن وكتبرد اما واحد سخانة فهو كتسخن مزيان اما واحد عاود برد عاود كتجبر عاود كتدخل البرودة هل ديك الردم ديال التراب عاود هذا دابا هذا السيد هذا دابا انت كتب لان انا في الصباح بكري ولا وهنا كنكون على حسب الجبل بارد وكنكون بروده في الصباح وكيعمل ديك الجلابه الا ما عملش ديك الجلابه ما غيسخنش لان هذه الجلابه فيها سخانه فيها البرد فيها في الصيف كتعطي والبرد وفي كتعطي السخانه تبارك الله هذا الشيء رائع هذا الشيء رائع بزاف ها تحية لهاد الناس ديال حيحيين ياك؟ نعم تحية اليوم الناس المقبولين والله يطول لهم في العمر دابا سبحان الله الجيل دابا الجيل دابا ما كيعرفش يصوه بان حنا هاد الرحلات وهاد الشيء كامل كنعملوها بحال تواصل
هاك عملوا صله الرحم. ايه ملك عمرنا كنا كنعرفوا حنا هذا الشيء هذا، ولكن ها الحمد لله احنا عملنا صله الرحم. احنا عرفنا جبال ديالنا ولا ما احنا مع بعض. احنا بني حسن ياك اللي قبيله بني حسن بني حسن جماعه ولا العريم وصول. تفضل تقيله ياك شويه شحال فيهم كيلو جوج؟ تبارك الله انت كتشوفها خير موجود. ها كرومبا هاد البادية تبارك الله هنا نقية اللهم بارك. الحجرة هادي والحجرة الفوقانية والله عندك شي تبرا ما تما الغبص في السي بن حافظ حنا نمشي ندوزن هادي ندوزن من هنا. اه من تما انا غندير من هنا. مرتنا ديك الرازل بطلوع الهبوط راهو هم طلعوا هم هبطوا حنا موراهم فينك طلعوا احنا تقدينا معك انت علينا كون عنا حشوي وزد الوقت كون نطلعوا له الراس ما له الراس ما بقاش الوقت بزاف هاتي كتشوفها لا قطعنا من هنا بس ما نمشيوش من تما لان راه يكبرنا الليل تبارك الله شوف شحال باركور عملنا تبارك الله مانيفيك مانيفيك هذه قمة جبل كيلتي هذه اسبوعين من اللي باتنا في التمر كنا غدا طلعنا بهذ الطريقة هذه وصلنا لهذ الحجرة البيضاء راه هي التحتانية اللي حدا هذا الشقف هذا وحنا الهدف ديالنا كان هو هذاك اقونيا تما كاين العين والطريق ديال كيلتي ديال القمه كندورو على الشمال حنا ملي وصلنا تما وسبنا الهواء صعيب الريح كان الغربي والشتا والضبابه وعاد دخل مع الشرقي تاع رجعنا بحالنا دابا هاد الرحله هادي كتشريك الرحله ديال جوج الاسابيع مع بعضيتها واش هذا مغربي ولا لا؟ سمعنا كامل المغاربه قلت ولا اصحاب النبي صلوا عليه الله صل عليه ساحات ارملان اللي كنت واجد فيها الحمد لله ثلاث ايام الدتش ودابا ماكل فتحه باش نهبطوا لبني حسان عبر بني عبر الاكداد الوادين وتما النهايه ديال الرحله ان شاء الله. We'll be right back.
هذه نفتح دوره وساعة نفتح دوره أخرى وتلقى. نيشان كزبر السيد بارتك سما واحد السيد وديك الساعه كان كدرتي كلتي كدرتي حتى تما كدرتي حتى تما شويه غادي يصبر الناس كلتي الساعه ديرك ديرك صافي ما تعمليش هنايا بيتنا هنايا في ديك الخندق تما عند كيقولوا هذاك الموتى ها الاربع من حسفيني ها دابا حنا عليه الحسيمه Thank you.